شبكه مهمه جدا، لانه كمان مهم الشباب يدخل عضوه، لانه بنتعمل ده عشان الشباب. لكن مساله ان احنا بنتكلم على العزوف، لا مفيش مساله العزوف. وانا حتى امبارح تحديت انه حد يطلع يقولها ومحدش قالها، لانه مش موجوده. يعني ما نقدرش نمشي ورا نغمه في البعض بيصدرها وفي الاخر هي مش صحيحه. وحصل في المرحله الاولى بدأوا يصدروا الحكايه دي، وثبت انه في نسبة مشاركة كبيرة جدا زي ما اعلنتها اللجنة العليا في المرحلة الأولى. سلام عليكم.